هذا القصيدة راها مهدية للنهاية، مهدية للناس النهاية عرس النهاية 5/5، مهدية للمغاربة كاملين في خاطر هلان قال ما ننساوهمش يا سيدي، هلان قال حتى هما ما ننساوهمش، وفي خاطر زوبا ولاد العباس، وفي خاطر ولاد عياد، في خاطر القبايل كاملين، تحياتي لصحابي الأصدقاء. الله يرحم الشعراء اللي ماتوا وخلاو هذا الكلام تورث، الله يعز الشيوخ اللي راهم يقولوا الشعراء زينين، بخاطرك يا حبيبي رشيد الرحماني من نحت البرسلونة، هدية من عند حبيبك الشيخ علان. روح يا الشيخ روح. الدحماني عقادر وفي خاطر خياتو بالتمام خيو محمد ومحمد والمهدي اللي راهم في اسبانيا والله يجيبهم ان شاء الله تهم باش يكونوا ان شاء الله ويجوا بحاجتهم امين في خاطر الدحماني عقادر وخياتو بالتمام وفي خاطر دور ولاد عقادر صغير وكبير يلا زيد على كلامك زيد على كلامك شي الله يعني دول مهايا الحرام ومساك الكنان خمسة بمرسل عيد هملك بالكنيا أصلي من الشبكاية وهذو كل فرسان قصة لين الموت مزل مشغية أصلي من الشبكاية وهذو كل فرسان سابين المول عزل مشرية ولاد عقيد معايا قبيلة وصفان يستعملون شكاعر الناس الهمية ولاد براس معايا قبيلة بن حسان ذو ناس يرجون I'm not sure.
عاود قول شي كيفك شي بي سوف عاود نقول لك حتى القصيدة عندك الوقت عندك انا مستري في الدار انا مستري على بعض الشيخ علاء والله لا لك ليها واه نجيك واحد التحويسه ديال الامازوني ولا عندك شي كلمه تجيبهم فيها واه شوف هذا الشيخ علاء مرحبا ولكن نرجع واه الاولى غادي نقول واحد الكلمه مرحبا نطلبوا سيدي ربي الله يغيثنا يا الله الله يجعل سيدي ربي يرحمنا برحمته امين اذا كانت من اول امين راح تكون كل حوايج زينه واه تكون الدنيا اذا ما كانتش مليحه ما كان والو كل شيء خالقناه من الماء حي واه يا سيدي واه يا رب العالمين الا ما ترحمنا برحمتك يا الله امين يا رب العالمين ما نديش على فعلنا يا ربي ما نديش على فعلنا يا رب ترحمنا وتحياتي للمغاربة كاملين هذه الليلة راه ناشطة الدعوة مريقلين ورحنا يعني نوع الشيخ مقصرين هذا الفيديو غير اللي نخليوها لكم غير تاريخ مرحبا سير يا سيدي حوس نشوف هاد الحويسة اللي راك تقول يا حبر المبارك شايعين في كل مكان وانا شحال من سنين تبلي بديت تسير مشيخه
سيدي هذه بزاف الشيخ علي. حاجة على كاع 15 عام 20 عام. بحال 20 عام بحال، ولكن اسمح لي الشيخ علي. واه. أنا النهار الأول كنت غير مدح. واه. القصبة غير هنا الشيخ علي. ياك. واه. القصبة غير هنا خويا علي. تبارك الله. واه تعقل عليا. إيوا الله ينعس الشيطان، واش أنت صاحبي مناقش عليك. واه درنا النهار اللي جيت من البلاد، نوال ميرود مسكين الله يرحمه، هو اللي دفعني لذاك لهذ الشيخه هذه مسكين، وجينا نشوف درنا الحق احنا وكيف جلسي. اييه ياك، ولكن انايا ما طولش غير واحد شي اربع مرات ولا خمسه هكا، وطلعت كنت نسكن في البلاد. اييه كنت كاين ولا ما كاين؟ كنت ساكن برا في العروبيه. في العروبيه ايوا، تما كنت الشيخ علان في العروبيه، كنت نجي نسجن في وجده عند الفن مراي مسكين، وكيتهلا فيا مليح، وكنت مولي للبلاد. شكون القصاب ديالي كان؟ واش مع مهني الله يذكره بخير؟ يذكره بخير. كاينه ولا ما كايناش؟ واش مع مهني؟ ايوا من تما بقيت نسكن في البلاد وهذه، والنهار اللي ما بقى لا تجال لا والو، صافي جيت سكنت في توريت، ودابا ما بقى لا تجال لا والو، بقيت نقصد نخدم العلاسات حتى دابا نشوف علاش. بصح اسمح لي، العلاس مازال تخدم العلاس؟ مازال نخدم. راك زعما تبارك الله شي لا دابا الشيخ علاه. واش كتخدم يعني؟ لا تقسم ولا تقسم؟ الطويله ومن يكون النهارين نقصر بالقصيرة. ياك واه، ومن تقدر عليا نغني. تبارك الله. المراجع اللي عارف بحال شي مراجع ديال البوطيبة ولا ديال الحطاب ولا ديال الجيلة اللي عاود نغنيهم. وحميد المطهري الخزرية، حميد المطهري. حميد المطهري الله يذكره بخير. مسكين الحاج حميد الله يرحمه. حميد الله يرحمه. الله يتابع عليه. الله يتابع عليه اليوتيوب تاعنا علينا. آمين. شوف هو رواح، غادي نقول لصاحبي واحد الكلمة وغادي تصنت ليها ديها في بالك. المشيخة بحر وما محدوداش، ولكن أودي السير وكشا حنا ما قال لكم نسمعوا الشيوخ الكبار. انا كنت باقي بزاف صغير، كان عمري 14 عام ولا. كانوا يقولوا الراي فرخ ما عندهش باه. بصح كلام المشيخة عنده باه. كاينه فعلا. احنا هاد كنا صغار وهالكلمه ما ديناها في روسنا، ولكن ما درناها لا صح ولا باطل. ولكن اليوم اللي كبرنا وعقلنا عرفنا واش ما هو كان، يعني كلام المشيخه ما يموتش. انت اسمح لي، ترى المشيخه القديمه كاع انت دور في المثل على عبد المولى. على المدني، على حماده، شاف المماشي والعربي. والعربي ما ماشي المازوني عين تادلست. جلالي المازوني، وتا حنا كما كانوا الامير طيب، عبد الوكيلي، يونس الوكيلي، الشيخ وسيف، ميلود فيالاري مسكين باقي عاد الحياه. ميلود فيالاري هذاك باقي الحياه، صديق ديالنا. دوك هاد الكلام ما يموتش، كتضرب في الانترنيت كتجيب الكلام تاع المشيخ. بصح الراي يدور عليه عام عامين صافي مات له الله ظهر، ما بقاش كما كان. ياك اسيدي، والحمد لله على سيدي ربي اللي راحنا كنخليو واحد التاريخ. حنا هاد القصيده راها فايته بناها ديال المهايا، غير تسمى بغينا نخليوها البيوت يعني تاريخ معاك انت. وحنا انا وياك فالقرب اسمو غادي نديرو غدوه، اسمو كاين غدوه، راه كاين عيد المسيره. ياك وان شاء الله. وهذا عيد المسيره غدوا غادي نخدموا بالساحة تاع سيدي عبد الوهاب. إن شاء الله. غادي يكون فيها حلوس، يكون فيها الرقادة، يكون فيها الحلوة. صحاب الراي فيها صحاب. مخلطة. مخلطة. علاش؟ هذيك فرحة للوطن. الوطن. فرحة للصحة. أنا راني مشيت حتى لقرقارات. واه. سمعت؟ راه مشيت حتى لقرقارات. مشيت نحسب بالك منا، درنا مراكش، تيزنيت، تيزنيت، قلميم، طنطان، العيون، الطاش، بوجدور. الداخلة درنا القرقارات. يعني علاش؟ يعني خلينا واحد التاريخ، واحد البصمة تاع البلاد. والله يجعل سيدي ربي، أنا واحد الطلبة غادي نطلبها الله الملك ديالنا، الله يشافيه. الله يجعل سيدي ربي يشافيه ويطول لنا عمره ويخليه لنا بركة. هذاك هو التاج نتاعنا، هذاك هو التاج نتاعنا، هذاك هو رب العالمين اختاره وعطاه كنز، عطاه لنا كنز. الله يجعل سيدي ربي يشافيه ويداويه لنا ويخليه لنا بركه. ان شاء الله يشافي كاع موتى محمد المرضى.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروك كيفاش غادي نديرو؟ غادي نشوفو واش غادي نعملو في راينا.